الابتسامة دي الخطفة الأولى بتاعت البني آدم. أول ما تتعامل مع حد، أول ما بيفتح بقه تبدأ تتسحب جوه، هي الطاقة الإيجابية اللي بتطلع لما السنان تبقى شكلها حلو، الابتسامة حلوة، تحس بالراحة وأنت بتتعامل مع اللي قدامك. لكن لو لقينا مثلا الابتسامة شكلها مش حلو، السنان مش نظيفة، مكسرة أو حاجة، تبدأ تتقفل من اللي أنت بتتعامل معاه. فهي فعلا هي الكلمة اللي بتتحط قبل كلمة جمال. فطالما في ابتسامة جميلة، طالما في راحة، طالما في هنوصل مع بعض لكلام كويس، هنستريح واحنا بنتكلم، هنقدر نمارس حياتنا مع بعض كويس جدا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك تبسمك في وجه اخيك صدقه. شوف التعبير. اه طبعا. بس طبعا تبسمك في وجه اخيك صدقه، لازم تبقى التبسم ده نفسه حلو. يعني ما ينفعش تبتسم، ولذلك في حاجه يقول لك ابتسامه الصفراء مش حلوه. صح مظبوط. يعني ده بص ابتسم لي ابتسامه صفراء. طب ابتسامة صفرة دي ازعجتك؟ لا جد. معناها وحش جدا. يعني ما دي برضه حاجه. والابتسامة الصفرة دي على فكره لما يحبوا يعملوها في السينما في الدراما يخلوا سنين وحشه. صح، ما يعملوش حاجه ثانيه. دي الافكتس اللي بتاكدها. بالظبط. يعني انت عارف مظبوط جدا. لما فاكر فيلم هوم الون؟ طبعا. طلعوا الحراميه سنانهم وحشه. صح مظبوط جدا. يعني عايزين يعملوا فيهم حاجه بيبغضوهم جامد. عشان انت تبقى انت كارههم بالسمراء. صح.